GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زياد المرتضى، مشرف أكاديمية تصميم وبرمجة المواقع من تريات وشبكة GFX Academy. إن شاء الله النهاردة هكون معكم في تاني محاضرة رمضانية ليا بعنوان شرح الأهم وأول خمس قوائم داخل برنامج مايكروسوفت فرونت بيج 2003. طبعا برنامج مايكروسوفت فرونت بيج كلنا عارفين ان هو من اسهل البرامج اللي ممكن الواحد يقدر يستخدمها في تصميم الموقع. انا ان شاء الله هشرح معاكم في المحاضرة دي شرح لقائمة ملف وتحرير وعرض وادراج وتنسيق وجزء من قائمة أدوات. هبدأ في شرح قائمة ملف. قائمة ملف أول أمر فيها وهو من أهم الأوامر اللي هو أمر جديد. أمر جديد منه أقدر إن أنا أعمل صفحة فارغة، أو منه أقدر إن أنا أعمل موقع أو صفحة جديدة أنفذ عليها أي قالب من القوالب. فتح، أقدر أفتح صورة أو ملف تكست او غيره. اغلاق الصفحة اللي انا شغال عليها دلوقتي. فتح الموقع، اقدر افتح بيها صفحة موقع انا حافظها على الجهاز. اغلاق الموقع، اقدر اقفل بيها الموقع اللي فتحته. حفظ، طبعا معروف ان هو بيقدر يحفظ الشغل اللي انا شغال عليه. حفظ باسم، احفظ الشغل ده باسم. حفظ الكل، احفظ كل الصفحات اللي شغال عليها. بحث عن الملفات، اقدر استخدمه في بحث عن الملفات جوه الجهاز وعلى الانترنت. نشر الموقع، اقدر ارفع بيه الموقع على اي استضافة. استيراد، اقدر استورد صور، ممكن فيديوهات من الانترنت. تصدير، اقدر اصدر صور وغيره للانترنت. معاينة في المستعرض، من هنا ان احنا نقدر نشوف الموقع اللي احنا عملناه على كذا نوع من انواع الشاشات. اعدادات الصفحة، من اعدادات الصفحة ممكن اقدر اتحكم فيها في راس الصفحة وتسجيل الصفحة وفي الهوامش. برضك معاينة قبل الطباعة، انا ممكن من داخل برنامج مايكروسوفت فرونت بيج اقدر اعمل حاجة بسيطة كده، مثلا كأني شغال على برنامج وورد عادي واقدر اطبع. انا ممكن من هنا اقدر اشوفها يعني ايه شكلها ازاي قبل ما اطبع. امر طباعة وامر ارسال عبر الايميل وخصائص الصفحة والملفات الاخيرة اللي انا فتحتها والمواقع الأخيرة اللي أنا شغلتها على برنامج مايكروسوفت فرونت بيج وطبعا إنهاء البرنامج. تحرير، لا يمكن التراجع. دي لو أنا مثلا كتبت مثلا كلمة زياد، هم حدد وتراجع عن الكتاب هيقوم شايلها، وتراجع عن المسح هيقوم مرجعها. تراجع عن الكتاب بمعنى كده في قص، طبعا امر قص العادي وامر نسخ العادي وامر حافظة اوفيس ولصق، لصق خاص، حذف، تحديد الكل، بحث، استبدال، الانتقال الى اشارة مرجعية، الانتقال الى الوظيفة، ومحرر العلامة السريعة، سحب، ايداع، تراجع عن السحب، مهام، عرض التعليمات البرمجية اللي هي بتبقى موجودة هنا، وفي اللي هو انستول سينس. عرض، من هنا اقدر اعرض صفحة ويب انا حافظها على الجهاز. مجلدات، اقدر افتح مجلد انا شغلته على الجهاز او عندي على الجهاز. موقع بعيد عن الويب، اقدر اخد ارتباط تشعبي لاي موقع واجيبه من البرنامج. تقارير، اخر التقارير بتاعت احضار المواقع. التنقل، اقدر اتنقل في صفحات الموقع او المنتدى اللي انا احط الارتباط التشعبي بتاعه. ارتباطات تشعبية، دي ارتباطات تشعبية بتبقى موجودة جوا مجلد او جوا موقع انا اقدر اجيبها من هنا. مهام، اقدر من هنا احدد مهام او اكلف البرنامج بمهام يقدر يعملها. مسطرة وشبكة، دي ممكن استخدمها في تنسيق الكلام. تتبع الصورة، اقدر اعرف بيها الصورة دي جت منين. كشف العلامات ومحدد العلامة السريعة. جزء المهام والاشرطة والادوات، في الأشرطة والأدوات أنا أقدر أتحكم فيها في الأدوات الموجودة هنا والأشرطة الموجودة هنا.
في حجم الصفحة، واقدر اتحكم من هنا من حجم الصفحة اللي شغالة قدامي دي. يعني انا مثلا ممكن انا صفحتي وحجم الشاشة بتاعي 438 × 954، لو انت شاشتك 156 × 5361 تقدر تشغل. قائمة ادراك، هنلاقي فيها فاصل وخط افقي وادراك طبقة، اطار مضمم، التاريخ والوقت، رمز، تعليق، التنقل، شعار الصفحة، وكومنت يعني تعليق من الويب، قاعدة بيانات، ونموذج طبعا زر الخيار، خانة اختيار، مثلا ايداع ملف، صورة، اقدر اضيف صورة من ملف من الماسح او الكاميرا، معرض صور فوتوغرافية، فيلم بتنسيق فلاش، كل دي. زر تبادلي، اقدر اضيف زر تبادلي متحرك وملف، اشارة مرجعية وارتباط تشعبي. في قائمة تنسيق هلاقي خط اقدر اتحكم فيها في الخط، الفقرة، تعداد نقطي وتعداد رقمي، حدود وتظليل، موضع، سلوك، طبقات، سمة، نمط، ارتباطات، اوراق الانماط يعني، حدود مشتركة، المراحل الانتقالية للصفحة، اقدر من هنا من امر خلفية احط خلفية للموقع او اقدر اتحكم فيها، قالب ويب اقدر اتحكم في قالب الويب، ازالة التنسيق وخصائص. عايز اشرح معاكم برضك نص قائمة ادوات. تدقيق املائي، يعني لو انا كاتب مثلا كلمة غلط، يعني مثلا اكتب زياد غلط، مثلا اكتب بلاش زياد جي اف اكس اكاديمي جي اف اكس اكاديمي، انا عارف ان هيقول لي غلط، اقوم داخل على قائمة ادوات وتدقيق املائي، يقول لي ان جي اف اكس اكاديمي مش موجودة في القاموس، اغيرها ليه؟ اقوم اديله ده تجاهل كل، تم اكمال التدقيق. في ادوات الوصول وتوافق المستعرض، اقدر اشوف الموقع بتاعي ده متوافق مع مستعرضات انترنت ايه، فايرفوكس، جوجل كروم، انترنت اكسبلور وغيره. امثالية ال HTML، التخصيص، الخيارات، خيارات الصفحة، وظائف اضافية وتخصيص. ده اللي انا هشرحه في قائمة ادوات النهاردة في المحاضرة دي. الوقت انا هشتغل معاكم على موقع بسيط جدا، هعمله كده يعني ايه على السريع زي ما بيقولوا، وابقى كده ابقى قفلت معاكم المحاضرة. اول حاجة هعملها هضيف زر تبادلي، قائمة ادراج وزر تبادلي، تمام كده، اشيل كلمة نص الزر واكتب نصائح رمضانية، ونستنى شوية عشان يضيف الزر. وممكن برضك مسابقات، نصائح رمضانية من أهم النصائح الرمضانية، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، لا تشرب الماء كثيرا، لا تأكل الطعام بكثرة على الفطور، ابدأ فطورك في رمضان على الماء أو على التمر، أربعة، اعبد ربك، خمسة، أطع الكبير، أكبر، حدد الألوان، أعمل طخ، أزرق كده. يبقى أنا خلصت صفحة نصائح رمضانية، ملف جريد الصفحة فارغة، هاخد اللي هي الأزرار اللي ضفتها، مش هضيف أزرار جديدة كل مرة. لو تلاحظوا إن أنا بتعامل مع
برنامج مايكروسوفت فروم بيج كانك او كاني بتعامل مع برنامج الوورد العادي ده، لان طبعا شركه مايكروسوفت حبت ان هي تخلي لعلم او يعني للمصممين المواقع طريقه سهله يستخدموها بدل التعقيدات الموجوده في البرمجه في دريم ويفر او غيره. مسابقات على الانترنت، مسابقه المسحره، اضيف صوره، موقع يدوب هعمل له ملف وحفظ وبعد كده هحط الارتباط التشعبي لكل صفحة. طبعا ان شاء الله ده هتعلموه في المحاضرة التانية ليا. كده يبقى انا خلصت معاكم المحاضرة الاولى. كان معاكم زياد المرتضى، مشرف اكاديمية تصميم وبرمجة المواقع منتديات من شبكة جي اف اكس اكاديمي. وفقكم الله لما تحبونه وترضوه.